سائل: والدي أعطاني مبلغا من المال ولم يعطي إخوتي، هل يجوز لي أن أتصرف في هذا المال أم أرجعه إلى والدي؟ يجب عليك إرجاعه، لأنه مال لا يجوز، فترجعه إلى تقول يما تعطي إخواني مثلي تعدل بيننا، ولا أنا ما أخذ هذا المبلغ لأنه لا يجوز لك هذا الشيء. نعم.